أصحاب المعالي والسعادة، الآن يتفضل سعادة أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد ابن سعيد المغيدي بالتفضل بإلقاء كلمته وإعطائنا إيجازاً عن التحالف الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، معالي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، رئيس الاجتماع، أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأركان بدول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، أصحاب السعادة ممثلي الدول الداعمة، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتقدم بالشكر والتقدير لدولة المقر المملكة العربية السعودية على احتضانها ودعمها لهذا التحالف المبارك الذي أصبح يضم في عضويته حتى الآن 42 دولة مشكلين جبهة موحدة ضد التهديدات الإرهابية وهادفين إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين ودعم التنمية والاستقرار في بلداننا، ومعتمدين في ذلك على تنسيق كافة الجهود والتعاون مع الدول الأعضاء والدول الداعمة للتحالف. أصحاب المعالي والسعادة، يطيب لي بأن أعرض عليكم بعد قليل عرضاً مرئياً لأبرز مستجدات التحالف، إضافة إلى الاستراتيجية التي سيتم العمل عليها منذ بداية العام 2024 ولمدة 3 سنوات، وتقريراً للأداء التشغيلي والمالي للتحالف، كما سيتضمن هذا العرض إيجازاً عن صندوق تمويل المبادرات وعن مؤشر الإرهاب وجائزة التحالف الإسلامي العالمية لمحاربة الإرهاب، وصولاً إلى عرض احتياج الدول الأعضاء من المبادرات. وما كان لهذه المخرجات أن تتم إلا بتوفيق الله تعالى أولاً، ومن ثم بجهود ممثل الدول الأعضاء والذين ساهموا مع المختصين في التحالف بدور محوري في نشاطات التحالف، وشكلوا حلقة الوصل الرئيسية لدولهم، وشاركوا في إعداد المبادرات وتطويرها، فضلاً عن مشاركة وتبادل الخبرات في مجال محاربة الإرهاب. واسمحوا لي أصحاب المعالي والسعادة الآن بتقديم العرض المرئي آنف الذكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.